أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله سوف نتحدث في هذا اللقاء على نظرية إقليدس. نظرية إقليدس، هذه النظرية لها ارتباط بنظرية فيثاغورس وعكس فيثاغورس، ويوجد بعض النتائج سوف نراها في حينها. نظرية إقليدس هي نصها بيقول ايه؟ في اي مثلث قائم الزاوية؟ مثلث قائم الزاوية ألف باء جيم، ده قائم. بقول مساحة المربع المنشأة على أحد أطوال ضلعي القائم، يا إما على ده يا إما على ده، بتساوي إيه؟ مساحة المستطيل الذي بعد مسقط هذا الضلع، يعني لو خدت الضلع ألف باء أنشأت عليه مربع، يبقى هي مساحته بتساوي مساحة المستطيل الذي بعده طول الوتر، هذا بعد. البعد الثاني مسقط هذا الضلع على الوتر، البعد الثاني. يعني مثلا انا هاخد ألف باء، عاوز اجيب ايه بقى؟ اجيب مسقط ألف باء على مين؟ على الوتر. ألف هي نفسها، يبقى هسقط من باء عمودي على مين؟ على الوتر. بيديك عمود على الوتر بالشكل ده. الجزء ده بقى ألف دال ده، هو الحتة ألف دال دي سميناها ايه؟ مسقط مين؟ ألف باء على ألف جيم، خط ألف جيم. يبقى ألف داء ألف دال هي مسقط مين؟ ألف باء على ألف جيم. طيب بقول مربع المنشأ هنا اهو، لو رسمنا هنا مربع كده، تبقى مساحته بتساوي مساحة المستطيل اللي بعداه، يعني طوله هيبقى الوتر ألف جيم، وعرضه اللي هو ألف دال، بيساوي ألف دال يعني. خلاص كده، يبقى نكتب أو يعني هترسم، لو رسمت كده ألف دال عمودية كده وشوية كده هنا أهو، الحتة دي قد كده، يبقى المربع اللي هيجي هنا بيساوي مساحة المستطيل ده. ده كده، ده المستطيل ده مساحته تساوي مساحة المربع ده. فمساحة المربع المنشأ دهيت بتساوي مساحة المستطيل دي. مساحة المربع المنشأ على الوتر بتساوي، شوف ألف دال هي قد ايه؟ قد دي اهي، دي كده قد ألف دال، دي بتساوي دي، وطول التاني طول الوتر أو طول الوتر، وده الارتفاع بتاع المستطيل. يبقى مساحة المربع دي بتساوي مساحة المستطيل، مساحة المربع المنشأ على أحد الأضلاع بتساوي ايه؟ طول المستطيل اللي هو ده ألف جيم اللي هو الوتر في مسقط هذا الضلع على الوتر. يبقى نقول بقى ايه بقى؟ ألف باء تربيع مربع المنشأ على الوتر بيساوي البعدين أي أحدهما ألف جيم، الآخر ألف دال اللي هو مسقط. طيب لما نجيب بقى لبقى جيم، بقى جيم تربيع بيساوي مسقط بقى جيم على ألف دال على ألف جيم هي دال جيم، دال جيم في مين؟ في الوتر ألف جيم، أي ألف جيم في دال جيم بدل ألف. ده بالنسبة للقاعدة بتاعت مين؟ إقليدس. خلاص، جبت ده تربيع هيبقى بيساوي المسقط في الطول ده، جبت ده تربيع هيساوي المسقط بتاعه في الوتر. طيب ننتقل لحاجة تانية بقى. نتائج على إقليدس،
نتائج على إقليدس يعتبر يعني، أو أشياء هنجيبها من إقليدس وفيثاغورس. أنا عندي مثلث قائم الزاوية أهو، ده قائم، ده المسقط، ألف ب ج، ده المسقط، ده العمودي اللي هيحدد لي المسقط. ده المثلث ده مساحته بتساوي ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع، مساحة المثلث أ ب ج بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، يعني نص ب ج في أ د أ ب. ممكن أجيبها بطريقة تانية، أهي مش دي تبقى قاعدة، يبقى ده الارتفاع، إذا دي كانت قاعدة تبقى دي إيه الارتفاع، يبقى برضو بيساوي نص أ د في ب د أ د أ ج، نص أ ج في ب د، نص مع نص ب ليا ب ج في أ ج ب ب ب ج في أ ب اللي هما ضلعي القائمة، بيساوي العمود الساقط من رأس القائمة على في الوتر، الوتر في العمود الساقط من رأس القائمة، دي قاعدة رقم اتنين، دي قاعدة رقم واحد، دي ودي، دي اتنين. برضو عندنا باء دال تربيع بتساوي ألف دال في دال ج رقم تلات، ألف باء تربيع ده بتساوي ألف دال في دال ج، دي رقم تلات. عندي ده تربيع يساوي ده في ده، عندي ده في ده بيساوي ده في ده، عندي ألف ب د تربيع، عندي ب د تربيع بتساوي ألف د في د ج. قاعدة مهمة جدا ويجب حفظها حتى نتمكن من حل التمارين، لأن هنطبق عليها التمارين كلها. شوف بقى التمارين، حل تمارين على إقليدس. المطلوب في هذا السؤال الأول عاوزين باء جيم، باء جيم. طيب باء جيم ده مش أحد أضلاع مثلث قائم من زاوية ألف باء جيم، يبقى باء جيم بتساوي الجذر التربيعي لمربع الوتر اللي هو ألف جيم تربيع ناقص مربع الضلع الثاني اللي هو ألف باء تربيع بيساوي جذر تربيعي لمربع الوتر 25 ناقص ألف باء تربيع 16، أربعة في 16 تساوي جذر 9 تساوي 3. يبقى إذا باء ج حسبناه بتلاتة. المطلوب الثاني ألف د، عاوزين ألف د، ألف ده القطعة دي. احنا عندنا ألف باء تربيع تساوي ألف دال في ألف جيم، باء ألف باء تربيع تساوي ألف دال في ألف جيم، ألف دال تربيع تساوي ألف دال في ألف جيم اللي هو مسقطه، مسقط ألف باء، ألف باء تربيع، ألف باء تربيع تساوي مسقطه اللي هو ألف دال في ألف جيم، فبالتالي هيبقى ألف دال هيبقى عندنا ألف دال بتساوي ألف باء تربيع على ألف جيم، ألف باء بكام؟ بستاشر، بأربعة أربعة بستاشر،
على ألف جيم اللي هو 5 بتساوي ف 3 بخمس، الخمس اللي هو 2 من 10 سنتيمتر. يبقى ألف دال، ألف دال دي كده ب3.2 من 10. هيصبح عندنا دال جيم نطرح 3.2 من 5 يدينا 1.8 من 10. طيب المطلوب التاني ب دال ب دال، أصبح عندي القطعتين دول المعلومتين. إحنا عندنا ب دال تربيع بتساوي إيه؟ بتساوي القطعة دي، القطعة دي ب دال تربيع بتساوي ألف دال في دال جيم بتساوي 3.2 في 1.8 بتساوي 3.2 في 1.8 تساوي 5.6 و5.76. يبقى إذا دال بس بتساوي جذر الكلام ده، جذر 5.76 هيساوي 2.4. يبقى ب دال ب2.4 سنتيمتر. طيب عايزين مساحة ب المثلث دال ب ج، دال ب ج مساحة المثلث ده بتساوي القاعدة في الارتفاع، الارتفاع اللي هو ب دال جبناه ب2، جبنا الارتفاع بكام؟ ب2.4. 2.4. طيب يبقى مساحة المثلث بتساوي ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع، نص ج دال في الارتفاع اللي هو ب دال بيساوي نص في ج دال 1.8 في 2.4. نضرب الكلام ده، 2.4 في نص في 1.8 بتساوي 2.16 سنتيمتر. تاني دي في ده على دفعة 9 من 10، 9 من 10 نضرب 9 من 10 في 2.4 بيساوي 2.16 سنتيمتر مربع. يبقى إذا دي 24 تربيع تساوي 576 ده جذر 576 ناقص 49 تساوي جذر 527 دي جذرها بيساوي 22 نكسر نرجع تاني. احنا عايزين ب دال دي مش ناقص دي زائد، ب دال ب دال ده الوتر، ده الوتر، يبقى دي زائد، دي زائد 576 زائد 576 زائد 49 بتساوي جذرها بتساوي 600 625. جذر 625 بتساوي كام؟ هنشوف بقى هيبقى كام.
هو طبعا 25 بيساوي ايه؟ 25 سنتيمتر. ده طول مين؟ ب د. عايز اجيب بقى الف د كمان، الف د. احنا عرفنا ان ب د اهي، عاوزين نجيب مين؟ الف د. بنستخدم مثلث الف ب د قائم الزاويه في الف، وعندي الف د ب د معروفه، اقدر اجيب الف د. ألف د أحد أضلاع القائمة، يبقى ألف د بتساوي الجذر التربيعي مربع الوتر اللي هو 625 زائد ناقص بقى ناقص ضلع القائمة اللي هو 15 في 15 ب 225، هتساوي جذر 400 بتساوي 20. يبقى دي كمان ب20، حسبنا دي ب20. طيب عاوز طول مسقط ألف ب على ب د، فين ب د؟ أهو عايز أجيب طول مسقط ألف ب على ب د، يعني عايز القطعة دي. القطعة دي بتجيبها ازاي؟ احنا بنقول إن ده تربيع بيساوي مسقط في طول الوتر، يبقى المسقط بيساوي مربع ده على الوتر. بنقول ألف باء بتساوي ألف باء، بدل ما أقول ألف أنا عايز عايز باء هاء، بهاء باء، باء هاء، اللي هو مسقط ألف باء على باء دال، تبقى هي باء هاء. المسقط بتاع ألف باء هو باء هاء، باء هاء اللي عايزين نجيبها بتساوي الجذر التربيعي لمين؟ باء هاء بتساوي الجذر التربيع ب ه، هي ب ه ما فيش فيها تربيع. احنا قلنا ان ده تربيع، هنقول انه الف ب تربيع بتساوي ب ه في مين؟ في طول الوتر اللي هو ب د. الف ب تربيع بتساوي ب ه في ب د، فبالتالي تبقى ب ه اللي انا عايزها تساوي الف ب تربيع اقسم على ب د على ب د. ألف باء تربيع 15 و15 اللي هو 225 على باء دال اللي هو 25 هتساوي 3. قسمت دي على دي فالتلات، لا أزيد، 225 على 25 بتساوي 9، بتساوي 9. يبقى باء هاء ب9. عاوز ما خلاص جبنا ده. عاوز طول مسقط ألف د اللي هو ده على ألف هاء اللي هو ألف هاء ده. أدي النقطة دي نفسها، وحاجة أسقط كده عمود على ده هيديني ألف هاء. طب ألف هاء دي بتساوي إيه؟ إحنا قلنا إن ألف هاء تربيع بتساوي حاصل ضرب دي في دي، دي 9. طب دي كانت 25 تبقى دي 16. يبقى أقول ألف هاء تربيع بتساوي باء هاء في هاء دال بتساوي باء هاء بإيه؟ 9 في 16. يبقى ألف هاء بس بتساوي جذر الكلام ده، جذر 9 3 وجذر 16 4، يبقى بتساوي 12 سنتي. يبقى دي بتساوي 12 سنتيمتر. يبقى كده انتهينا من السؤال التاني. شوف السؤال التالت، في الشكل المقابل ده متوازي أضلاع، زاوية 90 دي 90، ده بيوازي ده بيوازي 6 10. المطلوب مساحة متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال، عاوزين مساحته نجيبها ازاي؟ مساحة المتوازي بتساوي ايه؟ بتساوي القاعدة في الارتفاع. طب ندور ازاي نجيب قاعدة بقى؟ يلا وارتفاع، لازم الارتفاع يكون عمود على القاعدة. يعني لو لقيت أي ضلع في المتوازي وعليه ارتفاع حاجة عمودية عليه، يبقى نعتبر واحدة ارتفاع على القاعدة. يعني دي ألف باء وباء دال ينفعوا قاعدة وارتفاع، وباء جيم ودال هاء يعتبروا قاعدة وارتفاع. طيب أنا أقدر أحسب دال هاء أسرع ولا أحسب دال باء أسرع؟
ده الباء لأن في مثلث قائم وفيه ضلعين موجودين، يبقى أحسب مين؟ علشان أجيب المساحة أحسب مين؟ د ب. ليه؟ أنا هعتبر د ب ارتفاع ودي أ ب قاعدة، يبقى نقول مساحة المتوازي بتساوي د ب في أ ب. طيب عايزين نحسب د ب بقى، د ب بتساوي إيه؟ د ب دي أحد أضلاع القائمة، يبقى بتساوي جذر التربيع لمربع الوتر ناقص مربع الضلع التاني اللي هو أ د تربيع ناقص أ ب تربيع بتساوي الجذر التربيعي مربع الوتر بكام؟ 100 ناقص أ ب بكام؟ 36، يبقى بيساوي جذر 64 بتساوي 8، يبقى دي بإيه؟ بتمانية. يبقى المساحة بتساوي ده في ده، يبقى مساحة متوازي الأضلاع بتساوي المساحة بتساوي بقى إيه؟ أ ب في ب د بتساوي 6 في 8 اللي حسبناها 48 سنتيمتر مربع. عاوز طول مسقط ال د ب، د ب عايز مسقطها على ب ج، دي نفسها وهسقط من د عمودي على ب ج، سقطت عمودي اهو. يبقى انا عايز اجيب الحته ده هي ب ه، ان هي اللي هي بتساوي مين؟ مسقط ب د على ده، عايز احسب ب ه. طيب مش ده كله 10 زي ده، ده كله ب10. جميل، يبقى اقدر اقول ده تربيع بتساوي المسقط بتاعه في ال10، يعني مسقطه يعني ب ه بيساوي اللي هو المسقط ب ه بايه؟ ها بتساوي رب بيساوي الوتر بتساوي ب د تربيع على الوتر ب ج. مش احنا بنقول ان دي تربيع بتساوي المسقط في الوتر، يبقى نقول المسقط بتساوي دي تربيع على الوتر بتساوي ده تربيع 8 في 8 64 على الوتر اللي هو 10 بتساوي 6 و4 من 10، يبقى ب ه ب6 و4 من 10. عاوز طول د ه، د ه نجيبها منين؟ يعني اجيبها بكذا طريقة، مش د ه دي ارتفاع وب ج قاعدة، يبقى القاعدة في الارتفاع بتساوي مين؟ المساحة، والمساحة سيبناها ب48، يبقى اقول د ه بتساوي المساحة على القاعدة اللي هي ب ج بتساوي 48 على 10 بتساوي 4.8 سنتيمتر، ودي سنتيمتر. دي طريقة، الطريقة التانية ممكن تجيبها من فيثاغورس، ده تربيع بتساوي ده تربيع ناقص ده اهو تربيع بتساوي ده تربيع ناقص ده تربيع، أو من إقليدس ده الهاء تربيع بتساوي حاصل ضرب الجزء ده في الجزء ده، وأنا جبت دي 6 و4 يبقى دي 3 و6. خلاص كذا 3 طرق نحسب بها. أسيب لكم بقى السؤال الرابع ده، هو واجب تحلوه، وإن شاء الله اللي مش هيعرف يحله يقول لي وأنا أحله له في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الرابع، في عندنا في الشكل اللي قدامنا ده شبه منحرف، الشكل ده شبه منحرف، ده شبه منحرف متوازي فيه القاعدتين ج د و أ ب متوازيتين، عندنا فيه كمان هاء منتصف ج ب معلوم أ د ب 25 و أ ب 16 و د ج ب 9 سنتيمتر، هاء واو عمودي على أ ب و د هاء عمودي على أ هاء. المطلوب أول مطلوب مساحة شبه المنحرف، نرسم د عين يوازي ج ب، فيتحول الشكل د ج ب عين لمستطيل، يبقى في كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، يبقى د ج ب 9 عين ب 9.
د ع هنحسبها باستخدام مثلث أ د ع، باستخدام مثلث أ د ع القائم الزاوية في ع، نحسب د ع، يبقى هي الارتفاع بين د ج و ع ب. يلا نجيب بقى د ع دلوقتي. د ع ده أحد أضلاع القائمة مش كده، بيساوي الجذر التربيعي لمربع الوتر هو أ د تربيع ناقص مربع الضلع الآخر اللي هو أ ع تربيع بيساوي أ د تربيع جذر 25 ناقص أ ع 49، دي 25 تربيع بتساوي جذر 25 تربيع 225، 25 تربيع ناقص 49 هتساوي الجذر التربيعي لتسعة من 15 6 وأربعة من 11 7 176. بتساوي دي 625، 625 ناقص 49 بتساوي 576، جذر 576، جذر الكلام ده هيساوي كام؟ بيساوي 24. يبقى إذا أنا جبت الارتفاع بتاع الشبه المنحرف اللي هو د ع، ده الارتفاع بتاع الشبه المنحرف اللي هو إيه؟ د ع حسبناه ب 24 سنتي اللي هو أيضا ج ب. يبقى إذا مساحة شبه المنحرف بتساوي إيه؟ نص مجموع قاعدتين متوازيتين اللي هو د ج زائد أ ب في الارتفاع اللي هو ده العين اللي هو نفسه ج ب، يعني ممكن تكتبها دي أو دي، بتساوي نص في د ب ج بتسعة زائد 16، ده كله مضروب في د العين اللي هي 24. 9 و16 25، نص في 25 في 24 يعني بتساوي 25 في 12 بتساوي كام؟ دي 250 و50 يبقى 300 سنتيمتر مربع. طيب المطلوب الآخر بقى إيجاد طول مسقط ألف هاء، طول مسقط ألف هاء على ألف دال، أو زي مسقط ألف هاء على ألف دال. ألف هي بتسقط هي نفسها وبتسقط من هاء عمودي على ألف دال يقطع في واو، يبقى أنا عايز أحسب طول ألف واو. طيب ألف واو مش عندك هنا ده معلومة، أقدر أحسب ألف هاء الأول، أنا عايز ألف واو أقدر أجيبها بدلالة إيه؟ ده أحد أضلاع القائمة لو أنا استخدمت المثلث ده كده، وهنا أهو مسقط أهو، يبقى مربع أحد أضلاع القائمة بيساوي مسقطه اللي هو ده أهو في طول الوتر. طيب انا مانيش عارف طول الضلع ده، يبقى انا عايز احسبه، يبقى المطلوب مني دلوقتي احسب ا ه الاول. انا عندنا في المثلث ا ه ب مش قائم الزاويه، و ا ه ده وتر، يبقى نقول ا ه تربيع او ا ه بس بقى هتساوي الجذر التربيعي ل 12 تربيع، لان ايه عندنا ه منتصف ب ج، فبالتالي ه ب بتساوي نص ب ج اللي هي بتساوي 12 سنتيمتر.
لأن بقى ج كلها حسبناها ب 24. يبقى أ هاء بتساوي مين؟ قلنا أ هاء تربيع، يبقى أ هاء بتساوي الجزء التربيعي المربع ده زائد المربع ده، المربع ده ب 12 تربيع زائد مربع أ ب اللي هو ب 16 تربيع بتساوي 12 في 12 144، زائد 16 16 تربيع 256، مجموعهم بقى بيساوي 0 0 4، يبقى بتساوي 20. الجذر 400 بيساوي 20. يبقى إذن أ هاء بكام سنتي؟ بعشرين سنت. فإذا حسبنا أ هاء بكام؟ أ هاء طلعت بكام؟ بعشرين. طيب أ هاء بعشرين، طيب احنا بنقول مربع أ هاء بيساوي ايه؟ مسقط أ هاء في طول الوتر، يبقى أ هاء تربيع بتساوي أ واو في أ د، أ هاء تربيع حسبناها بكام؟ بربعمية، بتساوي أ واو اللي عايزين نحسبها في أ د ب25، يعني أ واو بتساوي 400 على 25. هتساوي 16 سنتيمتر، 16 سنتيمتر. يبقى إذن أ هاء كمان اللي هو أ واو اللي هو مسقط أ ومسقط أ هاء على أ د طلع بكام؟ طلع ب 16 سنتيمتر. هتبقى دي بكام؟ بقيت ال 25 9 سنتيمتر. مع السلامة.